تلقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي السيد سيرجي لابروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة وذلك في إطار متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الأخيرة إلى مدينة سوتشيا روسيا ولقاء جلالته مع فخامه الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديه الصديقه وتناول الاتصال مختلف اوجه العلاقات الثنائيه التاريخيه والمتميزه بين البلدين والشعبين الصديقين على المستويات كافه وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك حيال القضايا الاقليميه والدوليه بما يعزز الامن والاستقرار في المنطقه.